أعزائي المشاهدين، نحييكم في أولى سهراتنا مع الفن الأصيل. الحقيقة هذه السهرة هي سهرة تستقطب مجموعة كبيرة من الفنانين الذين يؤدون الفن الأصيل، سواء الفن السامري أو فن الصوت أو فن الغناء العربي. سوف نلتقي في كل أسبوع مع كوكبة ومجموعة من الفنانين الذين يؤدون ألوانا مختلفة من الفن الأصيل. نتمنى أن تكون هذه السهرات تنال الإعجاب وتنال الرضا. في الواقع سهرتنا الليلة فيها مجموعة من الفنانين الذين يؤدون الفن الأصيل، منهم الفنان عبد الله رويشد، الفنان صالح الحريبي، الفنان عبد الوهاب عبد السلام، الفنانة الواعدة الصاعدة ريم، أيضا معانا الفرق الشعبية، فرقة التلفزيون وفرقة معيوف وأيضا فرقة أم فيصل الشعبية. بداية نلتقي مع الفنان عبد الله رويشد. أهلا وسهلا فيك أبو خالد. يا أهلا مرحبا. أعتقد إحنا طبعا نظرا لأنك دائم الظهور وأنت من الفنانين الذين لا يعتذرون عن اللقاء الحقيقة، لأنك دائما ملبي وهذه تحمد لك وتحسب لك. وإحنا طبعا استطعنا أن ننتزعك انتزاع من ظروفك ووقتك. قضية المشاركة هذه وتمثيل الكويت في مهرجانات وتمثيل الفن الكويتي، هل تحس أنها تمثل عبء عليك كفنان؟ بصراحة يعني الفنان كالسياسي، وبنفس الوقت الواحد لما يمثل بلده يحس أنه هو عمل خدمة إلى جانب وطنه وجانب إخوانه وجانب هم، بنفس الوقت يرضيني أنا بشكل أو آخر أني أكون أقدم شكل يشرف بلدي وأرفع رأس بلدي في أي شكل من الأشكال الفنية يعني. وهذا التجمع الحلو اللي صار لنا فترة ما شفناه، ونشكر كل المسؤولين اللي فعلا خلونا نجتمع احنا والاستاذ اخوي العود صالح الحريبي والاستاذ عبد السلام واخوي طبعا غني عن التعريف ابراهيم الصلال والاخت ريم. صراحه شكل جدا حلو ونتمنى له استمراريه باذن الله. اعتقد انت بتسافر هاليومين والله باكر. نتمنى الليله تسجيلنا ويعني حفلتنا هذه تنتهي على خير عشان ما تكون انت يعني ارتباطاتك. سالم بارك. شو بتسمعنا الحين؟ انا شايف اوراق وكذي. بسمعكم اغنيه من طبعا هذه من كلام عمي عبد الله الحبيتر ومن ألحاني، وإن شاء الله تعجب. إن شاء الله. يا أبو ناصر وعذاب العين من شاين تشوفه، كل ما شافت لها زول عجيب ولعتني في صغير السن ما هي بمعسوفة.
طبعا احنا ابتداء من هذه الحلقه بيكون في كل حلقه من سهرتنا الفن الاصيل معانا فنان، بس فنان من اللون الثاني اللي هو فن التمثيل. بدايه معانا الفنان القدير ابراهيم الصلال، وبيشاركونا الفنانين ابتداء من هذه الحلقه ايضا بالترحيب بزملائهم في الفن الاخر، فن الغناء. صحيح. ابو خالد احنا نرحب فيك، وش بتقول لنا الحين؟ اولا أرحب بهالوجيه الطيبة وهالجمعة الحلوة اللي أعادت لنا حياة الستينات والخمسينات اللي كان حافل فيها تلفزيون الكويت في الأبيض والأسود، واللي الحقيقة فقد من ضمن المسروقات اللي راحت. لكن الحمد لله، أولا نتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الوزير اللي أمر بتسجيل هذا التراث وحفظه وتقديمه لأبنائنا اللي ما يعرفون عنه شيء في الوقت الحاضر. فأنا أرحب بهالوجيه الطيبة، وشكرا للأستاذ صالح الحريبي على هذه الدعوة الكريمة. وبهالمناسبة يا الربع ودي أقول زهرية لمدرسي ومعلمي الأول رحمة الله عليه اللي علمني التمثيل، الأستاذ عبد الرحمن الضويحي. أيضا غير موهبة التمثيل والكتابة والإخراج، أيضا الحقيقة تميز بلون آخر وهو الزهيري، اسمها ضويحيات. يقول: حددت أنا موقفي وحددت حول الخط، ماني من اللي ورا ربعه يفك الخط، ما فك أنا الخط ورا ربعي وعرف الخط. الخط جيده مثل بيت الشعر وادريه، والبيت عرفه مثل بيت الشعر وادريه. وصيت انا النفس كل شيء ردي وادريه، من صغر سني اعرف العيب واقرا الخط. سلام. الله الله الله. الحين نرجع لابو خالد، ونود ان نتوقف عند الاخت ريم. والاخت ريم هي فنانه واعده من دوله الامارات، اعتقد هي الان اول بداية راح تغني شيء من ألحانك. اي نعم. ريم، يعني الالتقاء مع ابو خالد شلون كان؟ يعني هل انت اكتشاف الاستاذ عبد الله رويشد، ولا في حد قبل يعني كان اكتشف الموهبة هذه، موهبة الغناء؟ لا والله، هو يعني انا التقيت بالفنان عبد الله رويشد. نعم. من الاخ سالم الهندي مدير الشركة اللي تنتج لي الالبوم. ف يعني هو صديق له، فقال له يعني عبد الله تسمع الصوت تشوف ايش رايك فيه، واذا يعني عجبك تلحن لها. فانا سمعت عبد الله صوتي، فما ادري يعني هو عجب صوتي فلحن لي ولا اكيد لو لان اقتنع ما لحلت يعني. طيب الحين بهالجمعه الحلوه ايش بتسمعينه؟ اي راح اسمعك ان شاء الله هو كلام الشاعر هتان، الحان عبد الله رويشد، كل شيء ينبقى. هي من الالبوم الجديد. أيه؟ اغنيه من الالبوم الجديد، وان شاء الله تعجبك. هذا ما نزل للحين. لا لا، يعني احنا لنا السبق. أيه؟ نسمع ابو خالد. أيه؟ تفضلوا. ايه
وعاش اللحن وعاش الكلام. الله يسلمك. ابو احمد صالح الحريبي ايش بتقول لنا الحين؟ عفوا ابو احمد. تفضل. وعفوا اختي احمد. انا الحقيقه بدعم حنا مثل ما قلنا قبل شوي ردينا قري الخمسينات والستينات في يا ذا الحمام اللي لعب قصون وش لك على عيني تبكيها. نبيها من ابو احمد بس بلون فن مو سامري ان شاء الله. نبيها فن من فضلك ان شاء الله. نعود إلى الفنان عبد الوهاب عبد السلام ونسمع اللون الأصيل الصوت. شو بتسمعنا يا أبو أحمد؟ في شعر للمرحوم شاعر فهد العسكر. صوت؟ نعم صوت. صوت شنو؟
يا ساجي اللحظة. يا ساجي اللحظة. منعوك عني كي تصد وتهجر، كذبوا عليك بأنني متنكر، لازلت أذكر عهد كنت بجانبي، هل كنت مثلي يا حبيبي ذاكرة؟
أعزائي المشاهدين، لازلنا معاكم ومع سهرة الفن الأصيل. معانا الآن فرقة أم فيصل الشعبية. شو بتسمعينا أم فيصل؟ هلا باللي لفاني. هلا باللي لفاني يا هلابة. ونبي واحدة ثانية بعد. سيها أفكاري غزال. طيب يلا. أعزائي مشاهدي سهرة الفن الأصيل،
نلتقي الآن مع فرقة التلفزيون. وفرقة التلفزيون هي غنية عن التعريف، إذ عرفتموها على امتداد السنوات الطويلة التي شاركت فيها في أغلب المناسبات الوطنية ومختلف السهرات التي قدمت من تلفزيون الكويت. فرقة تلفزيون الكويت أصبحت فرقة مميزة الآن، وأصبحت لها سمة تختلف عن بقية الفرق التي تتواجد على أرض الكويت الحبيبة. هذا التميز جعل لفرقة التلفزيون نكهة خاصة وطعم خاص ولون خاص تتميز به من الفن الكويتي الأصيل. مشاركة فرقة التلفزيون معانا سوف تتكرر على امتداد سهرات الفن الأصيل. الليلة هم معانا وبيقدمون نماذج من الفنون الكويتية الأصيلة التي طالما أعجبت مشاهدينا. في الواقع قبل لا ننتقل للفرقة ونشوف شي سمعونا في البداية، أود أن أذكر بأن هذه السهرة هي سهرة مفتوحة لكل الفنانين الخليجيين والعرب الذين يودون المشاركة في هذه السهرة ويقدمون فنهم المتميز لمشاهدي تلفزيون الكويت. نود أن نقول للأخوة الفنانين في الوطن العربي وفي الدول الخليجية، من عنده استعداد وظروف مواتية ويود المشاركة في هذه السهرة فليتصل بمنوعات تلفزيون الكويت، وسوف توجه له الدعوة من وزارة الإعلام مع الشكر والتقدير لكل مبادرة لكل فنان يود مشاركتنا في أفراحنا وسهراتنا التي تبث عبر تلفزيون الكويت. أرحب بكل مشارك وكل فنان وكل مبدع يريد أن يشارك معنا. ونعود للأخوة فرقة التلفزيون، وش بتقدمونا في البداية عبد الله؟ والله بسمعكم لحن من التراث، المذهب من التراث، والكوبليهات مطورة من تطوير الأستاذ غنام الدقان. والكلام؟ الكلام من أستاذ عبد الله العجيل. عبد الله العجيل، نسمع؟ إن شاء الله تسمعونه ويعجبكم إن شاء الله. Yeah.
يعطيكم العافية. عبد الله، أنا أشوف أنت اللي تقود الفرقة أو تعزف العود فيهم، هل أنت نقدر نقول عنك نجم الفرقة مثلا؟ لا والله كلهم نجوم صراحة. كلهم نجوم. طيب أنت الحين كعازف عود ما سعيت أنك تكون نجم خارج إطار الفرقة؟ لا والله، أنا يكفيني بصراحة الفرقة. يكفيك الفرقة، وهذا تواضع منك الحقيقة، وشيء حلو لأنكم أنتوا كلكم عبارة عن مجموعة تشكل وحدة واحدة صراحة، كلهم فنانين يعني. نسمع الآن فرقة التلفزيون في سامري هب نسناس، كلمات الشاعر عبد الله الحبيتر وألحان غنام الديقان. يلا يا شباب نسمع. هب نسناس في خنا وطيبي من يشم هب نسناس في خنا وطيبي من يشم ذكر خله وصاحي. هب نسناس في خنا
هذه القعده الشعبيه راح اقول اغنيه لعمي عبد العزيز البصري، واتشرف ان انا اغني له اياه اغنيه انا ودي ولكن ما حصل. نسمعها ان شاء الله. Thank you.
أعزائي المشاهدين، لازلنا معاكم ومع سهرة الفن الأصيل. أترككم الآن مع الزميل الفنان إبراهيم الصلال كي يقدم فرقة معيوف. عزيزي المشاهد مساكم الله بالخير. الحقيقة دائما الفنون البحرية تبتدي بزهيريات، وإحنا الحين بنقول زهيرية. الزهيرية اسمها ديرة أمان، كتبها الله يرحمه الفنان عبد الرحمن ضويحي. يقول الهير عنا ابتعد وبانت كويت السعد، بانت بيوت لنا ترقص بهب السعد، ديرة أمان وفيها الكل نال السعد، كل من حكمها غدا لكسورنا جابر، درة خليج انحمت من سعد مع جابر، دسنا الخطر لجلها ما حد لنا جابر، عنوانها بالمهج جابر صباح وسعد. عزيزي المشاهد، يعني كلنا نعرف ما لفرقة معيوف من دور كبير في إحياء التراث البحري والبري وغيره من الفنون. فالآن راح نسمع فصل دعب السلام، مخالف دعب السلام، وراء نسمع فصل حساوي لكدان وليدان. دعب السلام Yeah.
ابو احمد الحريب ايش بتقول لنا الحين؟ والله انا على اساس انا لا, لا على اساس انا بقول اغنيه اول ايه؟ بس في طلب خاص يبون يا علي نقول يا علي نقول الثاني يعني بنقول يعني تصوري لو قلت هذه كل الجماعه وكل المشاهدين الحلقات الجايه ان شاء الله الحلقات الجايه ان شاء الله
المشاهدين ننتقل الآن لأبو أحمد، أبو أحمد رقم اثنين عبد الوهاب عبد السلام، ونشوف شو بيسمعنا بعد. في من راس سالمية لراس بني دلقار. هذه من كاتب الكلمة؟ كلماتي أنا. كلماتي. نعم. طيب نسمع. من راس شنو؟ من راس سالمية لراس بني دلقار. ألفح وأدور بين الموي ماكو ولا باسية. ولا باسية. إيه باسية. إيه. ما خلوا حد كله يكرفونه ما بقي شيء. يلا. من اللحنة هذه. الحان طيب يلا تفضل. راس السلمية لراس بني دلقار، من راس السلمية لراس بني دلقار، الفح ودور بين الماي ماكو ولا باسية، ماكو ولا باسية، راس السلمية الفح ودور بين الماي ماكو ولا باسية، ماكو ولا باسية. سهم بحري بطقها تبا ورمي، قلت باخذ سهم بحري بطقها تبا ورمي، غصت القوع غصت القوع غصت القوع، ما صدت حتى شعري وما صدت حتى شعري، والراس تحت الرملة وانت فنت تحت الرملة.
هذه أغنية للحداقة والباسية سمكة، أخاف إن بعد شبابنا الحين ما يعرفون شنو الباسية. لا معروفة. لا الصغار ما يعرفون الحين، لازم نوضح لهم. الحين جاسم الهزاع، أنت من أقدم الناس في فرقة التلفزيون. قضية الاستمرارية هذه، يعني وايد شباب دخلوا معاك وراحوا وردوا، وفي شباب يعني طلعوا من الفرقة وكونوا لهم فرق بروحهم، أو الاستمرارية هذه شو اللي يخليك ترتبط بفرقة التلفزيون؟ والله أنا أصلاً أول ما بديت مع فرقة التلفزيون وتعايشت معاهم وصراحة اكتسبت الكثير يعني من الفرقة، فلقيت نفسي أني ما أقدر أفترق عنها يعني ولا ولا جداً زايد عن اللزوم يعني. هل تعتقد لو طلعت عن فرقة التلفزيون تقدر أنك تكون فرقة برا
وتستمر وكذي. طبعا هو الواحد اذا يبي يعزم على شيء يقدر يسوي يقدر يسوي. يعني يقدر يسوي، لكن تولائك مخليك مرتبط بفرقه الوزن. الحقيقه جهودكم وهذا تكاتفكم وفضل المسؤولين والقائمين على فرقه التلفزيون يمكن هو السبب اللي عطاها هذا التكاتف وهذا التميز عن بقيه الفرق. احنا دائما نقول لكم يعطيكم العافيه، ودائما فعلا انتم شيء يشرف وشيء يرفع الراس ونفخر فيه بين كل الدول في المنطقه ان احنا عندنا فرقه متميزه، لان وراها جهود جيده وجهود مشجعه، وهم اصلا انتم كلكم شباب طموح وشباب حلوين، ما نقدر نقول شيء اكثر من كذي. على دنياك، على دنياك. يوم النوى يا رفاقه هدي حيلي وداع، ومن البكا والسهر أدعن عيوني وداع، من يوم نادى المنادي للرحيل وداع، زادن همومي على ربعي وخلاني، وشربت من عذبهم كاسات خلاني، آهن على الشوق بثنا حال خلاني، يا حسرتي ما شبعت من الولي فودع. عزيزي المشاهد، نلتقي الآن مرة أخرى مع فرقة التلفزيون، بنسمع منهم الآن دوسري يحنيف، وهو من تنفيذ الفنان بدر جويهل، وهو أيضا من التراث القديم. يحنيف دونك غدا المسبح، أعزائي مشاهدي الفن الأصيل، في الواقع فرقة التلفزيون الليلة معانا، احنا حاولنا نقتطعهم من وقت البروفات اللي قاعدين يسوونها عشان هم مسافرين بتاريخ 10/10 للصين. سفرتهم هذه للصين لتمثيل دول مجلس التعاون، والحقيقة هذا شيء يدعو إلى الفخر، لأن تم اختيارهم من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون كي يمثلوا الدول الخليجية مجتمعة في فن الغناء والموسيقى في الصين. وهي تجربة ليست الأولى لفرقة التلفزيون، لأن سبق الراحة ومثلوا الكويت في عدة دول ومنها اليابان وغيرها، وأثبتوا جدارة وأثبتوا تفوق. أنا من هذا المكان ومن خلال سهرة الفن الأصيل أتمنى للشباب التوفيق، وأيضاً
هذا شيء نفخر فيه ويرفع روسنا أن فرقة التلفزيون في الكويت هي اللي تمثل دول مجلس التعاون المجتمعة. نقول لهم الله يعطيهم العافية ونتمنى لهم مزيد من التوفيق. والحين بيسمعونا الحقيقة فن لعبوني يا ذا الحمام، وأيضا هو من التراث الغنائي. نسمع يا شباب. Thank you.
يعطيكم العافية. والميدان
Yeah.
أستاذ إبراهيم الصلال أبو خالد بعد ما شاء الله إحنا نعم. يعني على فكرة أنا عندي سالفة قبل السالفة وايد ناس يعرفون الصلال ممثل معيد مخرج لكن ما حد يسمعه يغني صوت على العود وهو اللي يعزف إذا قبل لا الحين لا اعتزل أنتوا موجودين اعتزل خلي يقول السالفة وبعدين يسمعنا السالفة سنة من سنين نجحنا في المدرسة أنا وأخوي زمان قال الوالد الله يرحمه ايش تبون جائزة قواري قلنا لا نبي سياكل طمعنا فودانا عند نجم المسباح بالدهلة ذاك الوقت يبيع المعرض ماله شرينا سياكل طبعا حنا بالمرقاب ساكنين ويينا يم الأمن العام كان في محطة بنزين ومطافي هني صوب البلدية صبينا بنزين ولا سيارات المطافي طالعة قلنا يا فرصة خلنا نلحق وين نطالع الحريجة سياكل وورا الحريجة من سكة لين سكة ولا الحريجة ببيتنا ها نسمع صوت من أبو خالد لا بقول لك هالسيرية الحلوة الصوت خلى لها الطرب له للطرب لا 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 نبي منك صوت احنا لا عاد لازم 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 يقول بورسلي فهد رحمة الله عليه يقول أهيم بهموم دهري ساعة وانتبه هيهات تسلم من هموم الدهر وانتبه لو كان شمسان تشبه والنتي وانتبه شمسان جبل هذا باليمن لو كان شمسان تشبه والنتي وانتبه تحطم الظل ركن من ركن وانفك الهم غصب على عينك يجي وانفك مثل الفياتر بهالدنيا نشد وانفك كل من الضيم مفراسه فرط وانتبه سلامتك خالد بتقول لنا الحين بقول أغنية أبيك من كلام شاعر كويتي عبد اللطيف البناي ومن الحين تفضل Thank you.
الأرض ما تشبع مطر والعين ما تشبع نظر والناس 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 ما تصدق خبر إلا تداول وانتشر هكذا الدنيا وهكذا حال البشر العالم ودي وراضي بالمر اللي فيه
أعزائي المشاهدين، في ختام هذه السهرة من الفن الأصيل نشكر جميع من ساهم معنا في هذه السهرة. نشكر الفنان عبد الله رويشد والفنان صالح الحريبي والفنان عبد الوهاب عبد السلام والفنان إبراهيم الصلال والفنانة الإماراتية الواعدة ريم، ونشكر فرقة معيوف بجميع المجموعات اللي حضروا منها، ونشكر فرقة أم فيصل الشعبية، وكذلك نشكر فرقتنا فرقة التلفزيون. أيضا نشكر جميع الجهود التي كانت وراء هذه السهرة كي تظهر لكم بالشكل الذي شاهدتموه الليلة، وأيضا شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في سهرة أخرى قادمة.